مرحبا مجددا. تظاهر محتجون بحرينيون في منطقة بوري غرب العاصمة المنامة مساء أمس أثناء زيارة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة لأحد المجالس الرمضانية في المنطقة. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام مطالبين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، كما رفعوا لافتات أكدت على ضرورة المضي في الإصلاحات السياسية والدستورية وتشكيل حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات. وذكر شهود عيان أن قوات الأمن التي كثفت من تواجدها في المنطقة لم تتدخل لفض تجمع المتظاهرين قرب المجلس الذي تواجد فيه ولي العهد.